مشاهدينا ومتابعينا في قناة الموصلية الفضائية، حلقة جديدة من برنامج ذكريات من حياتي. اليوم احنا موجودين في منطقة باب جديد، هذا المكان اللي بينه ذكريات وجمال من الزمن الماضي. راح ناخذ لقاءات من اهل وناس الطيبين ونسمع عن تاريخ تأسيس منطقة باب جديد. خليكم معنا حتى نبلش حلقتنا من برنامج ذكريات من حياتي. حلقتنا من هذا اليوم مع أقدم شيخانة وأقدم صاحب شيخانة موجودة في منطقة باب جديد، ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. صح الأحوال؟ الحمد لله. الله يبارك فيك عمو. إحنا معي ميلك ومن القدامة، ونعرف جنابك هوني من القدامة جدا بمنطقة باب جديد. نعم. أول شيء نريد نعرف المشاهدين اسمك. أنا بشار الطوطشي. بشار الطوطشي، والله نعم منك عمو. إيه؟ عمو، أنت تولدك منطقة باب جديد؟ أبن عن جد عن جد. أبن عن جد يعني عن جد. إحنا ساعدنا يعني عندنا مستندات مال أجدادي. نعم. 1800 وكسر يعني 1890 هاك 92. جدي من سكنة باب جديد. من سكنة باب جديد. يا عمو، سولفنا عن تاريخ هاي المنطقة، خصوصا إنه بالبداية حسب ما كنا نعرف إنه ما كانت أسواق. لا، ما كانت أسواق، منطقة سكنية بحتة. نعم. زين، بس الشارع كان يعني كان بينه كبقال. نعم. كمقهى. نعم نعم. كبايع ألبان. نعم. إيه، كانت يسموها بقاع سابق. أها. إيه. زين، البقيقين اللي كانوا موجودين كم واحد هوني بهاي المكان؟ والله ما كثير إقلال كانوا يعني. أها. إيه. تعرف أسماء تتذكرهم؟ والله حاج مهدي الله يرحمه. حاج مهدي الله يرحمه. أها. إيه، وكان الحلاق أتذكر في وقتي أنا يعني ما وقت أبوي يعني. نعم نعم نعم. كان وعد الحلاق. أها. وعجم الحلاق، هذول اثنين حليقين. كانوا كثير حليقين هوني بعد. اثنين حليقين باب جديد. زين، هاي الشارع مالنا ما بشارع فاروق يعني. نعم. شارع فاروق يختلف. زين، نريد نعرف عن تاريخ الشيخانه اللي جنابك ماسكها. ابا عن جد انت متوارثه. ابا عن جد هي هذه الشيخانه هذا الملك بس ورثه هو. نعم. الوقت الحاضر. نعم. كان تشينكو. تشينكو. تشينكو وباب. باب خشب، هذا المدوغ سابقا. يعني بناء بسيط جدا. بناء بسيط جدا. كان بيت جدي الله يرحمه ويرحم والديه. ايش كان اسمه شيخانة؟ هي اسمها شيخانتك؟ اسمه ابوي كانت يحيى. يحيى، شيخانة يحيى، يحيى الطوبشي. ايه. اها. تعجب انك شايف وينك ابني؟ يا عمو، نريد نعرف عن تاريخ هاي المكان، اكو فد موضوع جدا مهم اللي هو المطاعم، يمكن هاي جديده. المطاعم حديثة، كان بس عندنا أقدم مطعم شايل من هون صابط بالسوق باب جديد. نعم. مال أبو زكريا. أبو زكريا. اسمه حامد الشواي. حامد الشواي معروف جدا بالمصر. معروف يعني. يعرفونه يعني، كانت بداياته أيضا بهذا المكان. بداياته كان غادي. نعم. زين. سابقا كان ذاك البيت، ذيك العمارة كان بيت. اي نعم. بيت واسع كبير، كانت ضريبة، دائرة ضريبة. الضربة كانت هوني. ايه. نعم. وهو حارس بيها ويعمل مشويات. يعمل مشويات، فنعرف بهاي اللي. ايه حامد. ايه. بعدين فتح جيراننا هوني ابو قصي بلاغوت. ابو قصي. ايه. سنة 68. هم قديم. ايه. 68 فتح هوني بلاغوت. نعم. وبعدين شوية شوية تطور وما شاء الله. صارت مطعم. ايه. زين، كان كل الناس يجون لو كانوا كفيات عمرية يجون على هاي الشيخانة. الشيخانة كان. أيام قبل نحكي. ايه سابقا، لا سابقا. بس الأعمار الكبيرة. يعني شباب ما يدخلون نهائيا. ما ممنوع بس احتراما. ما ممنوع. اي لا، ممنوع احتراما تقديرا. اي فكان بس الكبار يقعدون بيها. بس الكبار يقعدون بيها، واللي عنده شيء يجي يقف بعتبة يستأذن. أنا... يستأذن من الوالد. نعم. يقول له اريدك شع فلان او صيح لي فلان. اها. اي هاك. حلوه هاي الاخلاقيات. إيه. للاسف يعني موجوده كانت. إيه. فقدت حاليا. إيه. نحكيها. نعم. وبواقع حال انه انفقدت بهاي الفقد. نعم. هذا الوقت. زين، نريد نعرف يعني نعرف بعض التفاصيل
عن ذكرياتك انت بما انه انت مولود بهاي المنطقه. نعم. اكيد عندك مجموعه من الذكريات، يعني مثلا اصدقائك بفتره الطفوله، الرياضات اللي كنتم تلعبوها بفتره الطفوله او فتره الشباب. ايش كان عندكم العاب؟ والله الكبيل، التبيل معروفه، والطبي هوني باي اقبوخ كانت. ايه كنتوا تلعبون بهاي الساحه هوني. ايه نعم. شارع اقبوخ كنا نلعب طبي. نعم ما شاء الله، يعني هم يعني وصلت تقريبا سله طائره قدم، يعني حتى عندي كوس من المدرسه. حلو. كنت بمدرسه فاروق. ايه فعلا كانت المدارس يعني كان لها دور كبير جدا بتنشئه وتنميه المواهب. ايه كان زين. ايش اسم المدرسه كانت هوني؟ ايش اسمها؟ هذا الوغان هسه. ايه مدرسه العراقيه وفاروق. العراقيه وفاروق اقدم المدارس طبعا. نعم. العراق كانت هوني. انت كنت طالب بيها؟ انا طالب دوامت بالصف الاول هوني. وبعدين بسنه 71 نقلونا على منطقه القلوات. قلوات هسه هي مدرسه صديق للبنات. نعم نعم نعم. هي هاي اساسا عراقيه وفاروق. اها. هي كانت هوني. ايش كانت ملابسكم؟ هم النظام بسيطه جدا. يعني كنتوا تلبسون القميص الابيض لو كان؟ لا 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 ماكو مشكل. زين قيمة المعلم أو المدرس من كان يدرسكم كانت كبيرة جدا؟ على روحهم كلهم. الله يرحم والدينا والديك، كانوا مربين. 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 يعني اسمها وزارة التربية والتعليم. والله فكان العظيم. يهتم بجانب تربية. يعني فعلا كانوا مربين. كانوا مربين إلى أبعد الحدود. تتذكر من اللي ترك بصمة بحياتك؟ أستاذ نوري رحمة الله عليه وإذا يعوفونه قدامه. معلم القراءة بصف الأول. نعم. ايه ايش طاعك طابع حلو؟ ايش خلاك حد هسه تتذكر وتترحم؟ ايه الله يرحم والديك. من ضمن يعني من باب المسحه. نعم. الطالب ما يؤدي واجباته يشدوا فلقه. يشدوا فلقه؟ ايه فلقه. بس فلقه ما من القسوه يعني، فلقه يسموها. نعم. ضرب تأديبي. تأديبي. هذا بالمصطلح التربوي. نعم. ضرب تأديبي. يعني يشدون فلق يمسكونه بالعودي على رجلين يشدوها ويضربون لكم عصا على رجلكم. ما يؤدي الواجب. ما يؤدي الواجب، فبالتالي يضطر انه يؤدي الواجب. اي كان يعني يقدم له بعض الهدايا مثل الشكليتاي او كذا. يعني كان عندهم الثواب والعقاب. والعقاب، اي نعم. اللي يلتزم هذا عنده قانون يشجعه عليه، واللي ما يلتزم يطلعوا يسفقوا له الطلاب يقدموا. حلو، هاي رسالة جميلة جدا بواقعنا نحن، انه ممكن نفعل عوفك من العقاب، لان حاليا احنا الجيل تطور، لكن الثواب جدا مهم هاي بهاي الفترة. كان عقاب تربوي ويعني يعني بينه فائدة. نعم. بينه فائدة للطالب. مع الأسف استعنشال يعني، بس بينه فائدة للطالب. نعم نعم نعم. يعني إذا أمن العقاب أساء الأدب. نعم. زين نريد نعرف أيضا من أصدقاء الطفولة. أكيد كان عندك أصدقاء. والله خير من الله الحمد لله. اذكر لي مقرب على قلبك، شخص عندك بينه ذكريات من تشعه تحن الأيام جميلة جدا. في غيني هي مستعينة نذكر واحد. لا ما يزعلون، اذكر لي المقرب على قلبك. يابا أنتم كلهم يحبكم عمو. بس إيش نحن عندنا واحد دائما يكون الوتين أو القريب إلى القلب. والله كلهم ولاد تعرف كل منطقة شعبية، منطقتنا شعبية طبعاً. وكلنا كنا عائلة واحدة تقريباً. هو اللي يميز المناطق الشعبية أواصر المحبة ما بين الأهل والأصدقاء والجيران. ولا زال يجون عندي أولاد أولادهم يسلمون علينا. أولاد أولاد. والله العظيم الأحفاد يسلمون علينا. هذا مبدأ جميل جداً. يجون يزورونا يعني هي ذاك الجين بحيل العيدين. نعم. يجون عالمت عنهم بس يسلمون علينا. القاعدي بهاي الشيخانة بها أجواء خاصة. والله بها أجواء شعبية. بها يعني انا هسه قاعد الاحظوا الكبار بالعمر والموظفين قاعدين جوا وميخذين طابع جميل جدا وبسيط. هاي ايضا كانت موجوده من القدم. هاي موجوده اي ويتعانون لحد هسه المعيمين مالي. نعم. اذا تسال عنهم هيم وبهاتم واجدادهم ابا عن جيل يجون عندي. حلو، يعني جيل يسلم جيل. والله العظيم. زين انت من ايمه جد استلمت؟ من الجيل جد الرابع اخذت هاي الشيخانه لو الثالث؟ لا الثالث. الثالث. إيه. والحد هاي اللحظة وأكيد هسه يمكن أولادك هم موجودين. عندي ولد واحد اسمه خليل الله يحفظ أولادك. الله يحفظك. لسائر المسلمين الله أمامي. الله أمامي. بس يجي مسائي مكاني. أها. إيه. وهم يحب الشغلاي لأن الشغلاي أبوه وأجداده. الحمد لله. عمو الله يرزقكم يعني والله العظيم كان لقاء جدا جميل. ولو شاي مالك بصراحه يعني والله انتم طيبين. اكثر واحد يتونس على شايك هو انا. الله يرضى عليك. يبيه ذكريات. الله يبارك فيك. وايضا بالاضافه الى ذلك راح نسال سؤال اخير، ايش شلونك مع الاغاني القديمه؟ والله اي شيخ انا شعبيه يعني بيها ما اسمع اغاني حديثه نهائيا. من المعجبين بالقديم ام كلثوم، عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. ايه. من العراقيين القدامى ايضا ايش تسمع؟ العراقيين ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. زين. ايضا من الموصل كان اكو قراء مقام ايضا كانوا يطلعون بالراديو. منو تتذكر منهم؟ والله
ما أقل أذكرك. عمو اللقاء معك جميل جدا ونشكرك، رغم من انه نحن بصراحه يعني نريد ناخذ اكثر معلومات منك، بس اكيد الوقت يمضي ونحن بالنسبه لنا ان شاء الله نرجعك دائما بخير وسلامه. بارك الله يبارك فيك ويرزقك بالشرف بقناتك. ما يحفظك. الله يحفظك عمو، اشكرك رائعه. تسلم لي. مشاهدينا في قناه الموصليه، ضيف جديد واكيد خليكم بعد الفاصل. منطقة باب جديد وتحديدا القيمغ واللبن اللي هو الوجبة الأساسية من الصبح. مرحبا. أهلا وسهلا. أشلونك يا عمو؟ الصحة الأحوال. تعرف باسمك؟ رافع أبو زين. والله والنعم منك عمو رافع. الحاج محمد سليم أبو الألبان. اللهم يا رب إن شاء الله يرحمه. الله يرحمه. وهالرجل هذا صيته معروف. أنت هوني من القدامة. نعم. بهاي الشغلاي. نعم. احكي لنا إيش قصة لك؟ أنا من الـ 71 طالب، يعني تلميذ بالأحرى. نعم. فوالدي بهاي الشغلة، فوالدي من الستينات. من الستينات. يعني من وعينا على نفسنا لحد نحن بهاي الشغلة. ورثناها عن والدنا. نعم عن والدك. نعم. زين احكي لنا عن منطقة باب جديد، إيش تتذكر بيها؟ وإيش تعرف بعض التفاصيل؟ وخصوصاً إنه فترة عملك كلها كانت بهذا المكان. والله منطقة حلوة وجميلة حيل، ومنطقة شعبية. نعم. وقلب موحد على الأخ، وإيش يصير مناسبة تصير شغلة، يعني عزا هنا الكل تتراكب والكل اهلوني، يعني هون المنطقه تقريبا كلنا نحن اهل، نحن علاقه يعني اهل، يعني بجوز غير منطقه واحد يعرف الاخ، واحد يعرف الاخ وعلاقه اهل. نعم. يعني كزواج كفرح كحزن كهاي كلنا نحن واحد يقف للاخ. حلو. يعني ما بدوغ بهاتنا ما بدوغنا. نعم نعم. زين جنابك فتره الطفوله قضيتها بهاي المنطقه لو بمكان اخر؟ لا انا كبيتنا بغير مكان، بس كأنا عايشوني. نعم. هاي منطقتي. نعم منطقتك. الطفوله كلها تقريبا نحن هون بباب جديد. اصدقاء الطفوله تتذكرهم؟ اصدقاء اول واحد جاري، نحن من عمرنا 6 سنين سوا ولي حد هاي اللحظه. نعم. ولا زال يعني كان دكان والد وكان دكاننا وقبل ورجعنا له اياه، فلي حد عايشين سوا نحن. وحدكم جيتكم طلعتكم. نعم نعم طلعتنا كلها سوا. نعم. زين عم رافع اسمك منو سماك هو؟ الوالد لو فد شخص معين من العائله؟ لا والدي. تيمنا بموضوع معين؟ لا 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 اسم يعني اسم عفوي محبة. عفوي عفوي. نعم. زين نريد نعرف فترة الطفولة وين قضيتها؟ بأي منطقة؟ الأغلبية هوني، هاي منطقتي. هاي منطقتك. نعم أنا عدنا يعني نحن بالسبعينات بيتنا بالدرقزلية. بالدرقزلية. ومشهورهم حاج سعيد أبو الدون درما. أها. إيه نعم حيل مشهورين يعني، فنحن فرعه كنا أو مقابل بيت الشرفاني. أها. زين حلاق منطقتكم بالدرقزلية تتذكروا؟ لا اتذكره هوني باب جديد. هوني كنت زين؟ كله ما انا قد اقول لك احنا بيتنا غادي بس عيشتنا هوني. اها. كان الله يرحمه حاج رشيد وحاج محمود ناس معروفين، يعني من احنا تجي ايام عيد مناسبات على الحلاق، بس اكد بشاره بشاره يرتبنا الحلاق بعد ما تقدر. وماكو بكيفك الحج هو حسب مزاجه. لا 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 قصه حفوق ايش كانت تاكل؟ لا لا ماكو القصه تحديد وحفوق القصه العادي. ايه اي القصه العادي ماكو. يعني ما قال اي سؤال مال سبايكي؟ لا 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 كله ماكو والله. زين. ما نطيق نتناقش بهذا الامر. خلاص هذا هو. أي. تطلع كانك مسجون ما المهش. أي. الوالد يريدك بهاي الطريقه. ما طلع نطلع فيلم هندي. اي والله. زين شغلايتك هاي ليش ما غيرتها؟ ما غيرته انا، احنا طبعا درسنا وخريجين، بس سبحان الله هاي الشغله هي اللي عجبتني وتورثته عن الوالد. بيها عبق من الوالد، بيها ذكرى الوالد، يعني كثير ناس يمكن حضرتك قبل شويه جيت
قاعد جاء شخص على اسم الوالد جاني. صح. قال صح. انا لانه اخذ من والدكم واخذ يجون فعلا كانوا على اسم الوالد. على اسم الوالد وعلى هاي ياخذون من عندك. حلو. طبعا احنا تاريخ الموصل هو البيوتات القديمه والاسماء. نعم. احنا دائما ليش نسال الاسماء؟ لان الاسماء هي الدلائل، هي اللي راح تخلينا. نعم. نعرف بعض التفاصيل. صحيح. زين احكي لي على اجواء منطقه باب جديد قبل وهسه، اشنو الاختلاف اللي صار؟ قبل اطيب. كلنا نقول قبل اطيب. لا على قلب واحد كلنا. نعم. وأش يصير بباب جديد الكل تسعة وتركض هوني، يعني شوية مع احترامي أكو ناس، لا والله هم أكو ناس هم طيبين بس اختلفت، يعني أكو ناس طلعت أكو ناس رجعت. ماكو شيء يبقى على حاله. ماكو شيء يبقى على حاله، بس نادر ما ظلنا إحنا كمحلات اللي تورثنا عن أبهاتنا، يعني على عدد الأصابع. نعم. البقية جت محلات جديدة، تفلشت عمارات، انبنت، جت ناس جديدة، يعني ما نعرفها كلها. يتداومون كانوا هالقبل بالرزق، انه اذا فلان ما جانه رزق يحول يقول له روح على فلان. هذا الشيء قبل كانت هاي الشغلة موجودة. اكو يعني مثل رزقه ماشي وسبحان الله جاره ما عنده يقول له انا استفتحته فانت مر على جاري ما استفتحته. حتى وان كان معميل مرات. نعم نعم. لا نحن هوني ما عندنا، يعني هسه انا جاري يعني ان جاي يمي او مرات اروح يم جاري باب الصدفة دا عندي شغلة يمه، فشخص يخشعني معميل فيجي يصير يفوت على الجيران يقول له ماكو فرق هاي الدكان جاري، يعني فماكو فرق إذا قد مغادي أو منوني، هو الرزق واحد ورزق على الله. زين بالنسبة لكم أنتم بما أنه أنتم أهل هاي الصنعة تنشغل بالإيد لو أكو ناس يشتغلوا لكم إياه، وحكي لي قبل هم نفس الشيء كان موجود هذا الأمر؟ قبل كان عندي معمل مع الألبان و... نعم. فما كنت أنا أمسك المعمل، يعني أنا أمسك المحل. نعم. وما تقدر تمسك شغلتين بآن واحد. نعم. يا تمسك محل يا معمل. نعم. فإذا أمسك المعمل شوية شغل المحل يتراجع. نعم. فأمسكت المحل المعمل تراجع، فقمنا بعدين تعوفنا بعنانه يعني المعمل وطلعنا منه. نعم نعم نعم. فهسه اللي جينا كله شغلة معامل. معامل. معامل يعني كوصيهم على قيمة ويشتغلوا لنا معامل أو من الجماس مباشرة. إيش يسموها هاي المنطقة؟ أكو فالتسمية مصطلح. هي باب جديد. ايه؟ وام الخير ام القيمر ام لا يعني ام القيمر او ارض القيمر. ارض القيمر لان كل من يسميها على تمام على تسميته الاسماء. تمام. ويقولون انه القيمر بهاي المنطقه له نكهه خاصه. اي نعم. الناس تجي تتعنى من بالعيد بالذات. بالذات تتعنى من كل مناطق الموصل، الاطراف الموصل، الضوء النواحي الضوء. نعم. الأقضية والنواحي. نعم. كلها تتجي كان هون. أها. إيه إلا يأخذون من منطقة باب جديد بالدرجة الأولى يعني. أجواء الليل وباب جديد يقولون دائما أنه ما تحلى الليل أو ما تحلى التعلولة إلا بمناطق باب جديد، وخصوصا المشاوي وهاي الأمور. إيه هون يعني تقريبا فضل الله يعني والجهات الأمنية طبعا. نعم. فضل أكيد. هون يعني ليل نهار تقريبا مفتحة باب جديد مفتحين. يعني بأي وقت تجي نحن فرضا عن شغلنا من الفجر. نعم. لساعة 12 وحدة 2 3 بالليل هاي الألبان مفتحة. تجي بعدها المشاوي تفتح من العصر والجغل الصبح. فإذا الرجل هوني لين نهار فضل الله يعني أنه ماشي يعني. حلو. أكو ناس وغير حوجي وماكو إن شاء الله. يعني ماكو مثل أي منطقة معزلي تعزل مثل بالليل أو بالنهار أو الظهر أو العصر، نحن هوني فتحين 24 ساعة. زين جنابك أش قد عمرك؟ أنا موالي 66. 66. احكينا على أجواء غمضان بالفترة اللي أنت كنت بيها هون، كنت تنزل على الشغل أو كنت تقضيها بالبيت؟ إيه نعم. لا ننزل على الشغل نساعد الوالد. إيه نعم. كنا. نعم. طلاب وعسكرية خدمنا وننزل نعاون الوالد يعني. فمن تخرجنا يعني تخرجت تقريبا ب 91. نعم. من تخرجت يعني قمت بعد العسكرية قمت أنزل على المحل بعد. نعم. يعني تقريبا من 93 أنا هوني بالمحل، بس قبل كنت طالب وهم أنزل بالمحل. أها. فوالدي قلت لك أنا سبقا قلت لك يعني من الستينات نحن هوني. أها. يعني انا من 71 وبوقت كان ابو طبر اللي كان يحكون عنه. ابو طبر اللي هو الشخصيه انا اوعيله شخصيه. ايه كان بلطه والفلان ويخوف الاطفال ويخوف العالم لا يطلعون بغى لا يجيكم من الدلاعة ما يقولون لا يطلعون لا يجيكم ابو لا يجيكم ابو طبر. ايه اللي هو ايه. الشخصيه اللي كانت خلينا نقول تاذي الناس او ايه تاذي الناس تخوف الناس. احنا ليش دائما هاي المسميات ابو طبر السعلوه الداميه هي هاي الشخصيات اللي دائما اشقد ما يندلعون الاولاد الصغار فيخوفون بهاي الامور حتى يقعدون ويطلعون بغى يعني. حلو. ايه. معلوماتك حلوه بالرغم من بساطتها بس جميله جدا رجعتنا على ايام. بس عندنا اخر سؤال. نعم. كلتنا نعرف انه كل ذكرى وكل حدث مرتبط باغنيه معينه، اغنيه قريبه على قلبك لحد هسه من تسمعها تقول يا با هاي كنا وكنا وكنا. والله يعني انا والاغاني ما يعني ما حبايب. لا انا كله يعني يا ام كلثوم عبد الحليم او فيروز الصبح هي يعني هاي الاغاني. ها هاي نحن هسه احنا بالمحل نشغل قران الصبح. نعم. بس اقصد انه باي مكان هي فيروز الصبح. فيروز
وبالليل تالي الليل الخاصه القازينات والمناطق هاي شغل ام كلثوم منتهي منها. والالعاب الشعبيه كنتم تلعبون؟ واللي قلبه ريان يشغل عبد الحليم. عبد الحليم. زين الالعاب الشعبيه تتذكر قبل هاي هوني منطقه باب جديد اكيد بيها العاب شعبيه، ايش كانوا يلعبون؟ ما اكو العاب شعبيه يعني يمكن ها كانت يعني بوقت بوقت قبل انا احكي لك بوقت تاريخك انت، يعني خلينا نقول بالستينات انت، خلينا نقول بعد 10 سنين من هذا العمر، ايش كنتم تلعبون؟ ايش كنتم تلعبون؟ تبيل؟ لا لا حاره؟ اي الدعبول هو التبيل يلعبون، الحاره يلعبون، بايسكلات يفترون، يعني العاب غريبه ماكو؟ العاب ماكو غريبه، هي بس دعبول هي تبيل يعني. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الشيق، ويا رب ان شاء الله ايت الرزق. تحياتي لك يا عمور، على راسي، الله شرفنا بيكم، على الله يحفظك. اشكرك. هسه خلينا ننتقل الى مكان اخر، خليكم معنا متابعينا في قناه الموصليه. انتقلنا عند اقدم ابو مشويات موجوده بمنطقه باب جديد، العم ابو قصي، وكلنا نعرف هذا الرجل ونعرف تاريخ هذا المطعم، بس خلينا نسمع منه. مرحبا عمو. هلا ابو. شلونك؟ الله يسلمك. الله يعافيك. الحمد لله بخير. اول شيء نعرف المشاهدين باسمك، ايش اسمك؟ قتيبه سلطان ملح السلطان طبعا ابو قصي. قتيبه ونعم ابو محمد. نعم منك ومن اصلك الطيب. الله يعافيك الله يسلمك. كلنا نعرف انه مطعمك من اقدم المطاعم الموجوده في منطقه باب جديد. ان شاء الله. وتوارثت هاي المهنه ابا عن جد. ان شاء الله. احكي لنا عن بداياتك عمو قصي. والله بداياتنا احنا يعني انا اتذكر يعني قبل والدي كان يشتغل يعني مع حج حامد الله يرحمهم الجميع ان شاء الله توفوا اجمعين يا رب بالفرع غالي داخل الفرع بال 64 حسب معلوماتي اللي سمعتها منه يعني نعم بال 64 اشتغل يعني خلينا نقول عام نعم مع الرجل حج حامد يعني من خالته ابو يوسف رجال كبير الله يرحمه ويجزاهم الجميع ان شاء الله وجاي هو اللي فتح بالاغض ماكو دكان ما كان اكو دكيكين قبل ماكو دكان سنة 67 نعم طبعا كانت البلدية وممنوع وما ممنوع وكذا فقصاب الله يرحمه يونس الحمد هوني كان يعني شو قلت بنا الشغلة قال انه هذا الدكان تابع لي كذا تابع لي ومثل شهر يعني الرجل كان موقفه طيب يعني احنا نسميها فزعة كتف انه يفزع لك انه كان فتح بالاغضي هوني نعم يوم يرجع هاي الدكان فاركان هسات الدكان هاي الثاني وحدي كان يبيع بيها الشايتشي ايضا كان جيرانك لو انتم قبله لا الشايتشي اقدم منك الشايتشي اقدم منك عمو بشار الطوبشي نعم 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 حج يحيى ابن ابراهيم نعم ابونه ابو بشار نعم 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 حج يحيى هذا اتذكر انا عنده صوره سنه 1952 بال 52 تقريبا ما يقارب النصف قرن هذا الوقت بهاي الفتره كانت يا دكانه ماكو يعني حتى كانت خالته مثل تشينكو تشينكو تشادينا يسموها حتى حاي الطين نعم نعم بعدين الظاهر انا ما اوعيها لان انا موت 63 نعم الظاهر انبنت بالخمسينات هاي يعني لان هاي البنايه هسه التاريخ ماله موجود كانت مدرسه العراقيه المدرسه العراقيه اي 1952 موجود التاريخ على حائط نعم حتى ينكتبون على حائط المدرسه نعم نعم كان يهوني تتنشي اتذكر انا يعني اهم ما اوعيه وانا صغير لان انا موت قلت لك 63 يعني من فتح حوالي بال 67 يعني انا عمري 4 سنين ما كبير 4 سنين توعى بس على شيء قليل يعني نعم. شيء قليل ومصار عمري 5 سنين و6 سنين يعني اوعى يعني اتذكر انا اول من فتح ابي يبيع ب 40 فلس
معلاق فلس النفر كانت أربعين. كانت بالفلوس والدنينير؟ لا لا ماكو دنينير الدينار بعد ما جاء كان كله بالفلوس موجود الدينار ايه بس 40 فلس يعني حتى ما قصدك انه الدينار كان فد مبلغ يعتبر هذيك الفتره الدينار 20 درهم يطلع درهم 50 فلس اي نعم كان يبيع اتذكر 40 فلس نفر معلاق اربع اشياش وخبز موجود خبز بيت ماكو خبز يعملونه كان بيديهم هون نسوان المنطقه اتذكر مغا ورجل عمه فتحي من البدن نعم نعم ومغا يسموها تخونك الذاكره على تسميته لا موجود اسمه والله يمكن عنود الخباز عنود الخباز هون بيت الجو كانت داخل. تجيب لكم الخبز وانتم اي والخبز كله ما مثل هذا ساتر بصراحه يعني اي نعم اكيد كان قبل خبز اطيب يعني اكيد ساتر رجال الكباغي لا يسمعون يتذكرون على طعمه حتى طعمه ايش كان يجي بيهم الخبز هاي كنا غمسوه ابن الخالي يعني يضعها كل مكان وسلة الخبز موجودة وسلة البصل سكيني على البصل على البساطة ايه ماكو لا طرشي لا طماطة لا زيتون كل شيء ماكو نعم بس بصل وخبز وكاري طبعا هذا اطيب شيء هو ها ايه الشوي انا نعم. بالنسبة لي لحد الان اكل شوي البصل بصل ومشوي بس طماطة زين بعدين دخل الكباب والتكة وهاي باقي المشويات كان أربع أشياش قلت لك وبس ماكو كباب ماكو كباب ما عندنا كباب ولا تكة كل شيء ماكو بس معلاق معلاق والتكة تطلع من المعلاق مع المعلاق يطلع اللي يسمونه ساتا نقول بالطب الحجاب الحاجز والشيء نعم نعم اللي على القلب يصير نعم غشاء القلب يعني موجود هذا والقلب كان يسمونه غاصفات ما يسمونه قلب هاي تطلع لك كم لحمة يعني اكو ناس تاكله والحلويات موجودة معلاق وكان المعلاق من بركي اكيد قبل يعني المعلاق كان يبيعونه من المسلخ معلاق هو والرئتين ماله الاحمر يعني نسمينه معلاق الاحمر والحلويات ماله المدوغ ماله كامل كله كامل وكان بس قد اتذكر انا كان يجيب ولدي والله ربع دينار تخلينه عاد تختل يبيها تختل كبرات المعلاق بلاش العالم خير كانت الدنيا كلها على بعضها كانت خير كان كله خير لا لا اكو غل لا اكو حقد لا اكو على البساطة نفوس طيبة على البساطة والله وكذا وقاعدين على تنك ما الدهن هون ان شاء الله تنعاد هاي الايام ان شاء الله وما اكو غل مهفي لا اكو كهرباء كهرباء اكو بس كان بس هاي بالمهفي حتى الشوي يكون طبعا اطيب بس طبعا تاكل وقت بالشوي يعني نعم. لا تزال احنا منطقنا شوي بس كان يجوكم من شتى بقاع محافظه نينوى من كل محافظات العراق نعم ما من نينوى يجون حتى ياكلون الكباب عندكم سياسيين على رياضيين على فنانين ما قال لك احنا انا حسب معلوماتي والدي كان هون بباب الجيل نعم انا ما اكسر يعني بعض الناس والاخوه المطاعم عز الله اكيد ان شاء الله انتم اخوه ويا رب رزق للجميع يعني ما اقول لك يمكن اقول لك جو على سمعت ابوي هون بالموصل نعم ابو قصي وكان شواي جرجيس اتذكر باب سنجار وسيد بكر بس تعب الجسر العتيق على اليمين هذا اقدم بعد انت مولود بايما منطقه مولود بهاي المكان هوني لو مولدت بباب جديد انا لا ما والدي وولادته بباب جديد نعم على الشيخ محمد هذا الشيخ محمد الشيخ العزيزة احنا هون بقال يعني. المنطقه تتذكروا اكيد والله احنا ما عش احنا وعينا على الدنيا طالب من يكون صغير يعني وكان قبل قدنا احنا من البدايه شغله خير بيها صح ناس طيبه كانت يعني واحد ابوي يشتغل احنا خمس نفر نعم نقول خمسه اخوه يعني نعم يعني والدي يشتغل بوحده معيشنا وحياه طبيعيه وما بس والدي كل اهل المهن القديمه كانت خير يعني كان شيء ببساطه يعني ماكو دولار وما دولار وهالشغلات هاي والاجواء برمضان فترتكم طيبه كانت نفس ما هي هسه انا نتذكره على جيلنا هسه ظلون لي الصبح لا والله تغيرت شغلات تغيرت شغلات ايش تغيرت يعني كنت برمضان يمكن اكلك بالبيت لا تطبخ وجبه وحده نوع واحد تجيك من الجيران يمكن من هذا كلهم كانوا يبعثوا لك يعني يصير وجبتك وجبه الفطور مالتك يصير اربع خمس اشكال انت شلت معونك وديته لهذا جارك وهذا ودى هذا جارك وجارك اليمين جاب لك وجارك بالمقابلك جاب لك ترشع ما شاء الله السفره موجود هسه تقريبا انا ما نلاحظها قليل يعني هاي موجوده بس بقله راح عند البيوتات القديمه موجوده هاي العادات بس قله صاغت كانت قبل خمس سنوات عسى صاغت نوع نوعين السفره بالضبط صاغت قله يعني طبعا اكيد
هي الدنيا هي هي أكيد. احنا بصراحة بس الناس تغيرت، النفوس تغيرت، الله يصلح يعني النفوس ان شاء الله. كانت العالم قلت لك تجي تاكل، يعني والله والدي زدت الدرع، والدي يجي المشتغي 40 فلس معك طاس شربت ما من هاي طاسة الفافون، صفر طاسة الشكل لا طاسة الفافون اي صير عدي دائرتها عدل ما من هاي ياكل قعرة يعني من فوق من جونه ومحزحز ياكل قصقصة وكان بيها بركي وطعم مختلف تماما. يوني ويقف عمو يونس ابو شربت والد يصير والد ذنون الخياط ابو ليت بشارع حلب موجود حي يرزق ابوه عمو يونس رجال كبير يعمل شربت بيده 40 فلس المعلاق 10 فلس طاسه الشربت 50 فلس اي 50 درهم 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 حديداي كان اي درهم حديداي يعني كله هذا الشغل وش كان يبيع والدي يبيع 40 معلاق اوه صلوات على محمد يعني شيء بركي كله يمكن راس ماله عجداني عجداني كثيره يعني كثيره طبعا يعني قياسا على قبل عايشين عايشين عايش الناس الله يرجعها الايام عليكم لان هاي الايام هي الخير والبركه يا رب اللهم سؤال عندي أخير ولو يعني بصراحة يعني أنت عندك معلومات جميلة جدا بس أريد أسألك سؤال أخير لضيق الوقت أشونك مع الأغاني أغاني أيام قبل والله طبعا إيش تسمع أريد لي أغنية بحيث من تسمعها السلطنة تتذكر ذكرياتك الحلوة جيلنا إحنا الستينات يمكن والخمسينات ليك من البركة طبعا هسا أكو ما شاء الله يعني مطربين بس تسمعون القديم أم كلثوم كانت أكثر رياض أحمد أم كلثوم عبد الحليم رياض أحمد ياس خضر أكثر فنان محبب على قلبك ها؟ أكثر فنان محبب على قلبك بالذكريات والله يكلم يعني ما شاء الله خاصة العراقيين يعني ما شاء الله حيل طيبين إحنا مرة من المرات جانا يوني الله يرحمه نقول الفنان سعد الحلي الفنان زار كمباني بهذا المطعم يهوني قاعد حتى بغى وجاء الفنان الكبير الياس خضر موجود وجونا فنانين الله يرحمهم نزار السامر رايما مثلوا فيلم بذلك الزقاق نعم نعم يم المستوصف أنا حتى كنت حاضر يعني ليه حلو حلو نزار السامر راي قاسم الملاك محسن العلي اللي هو من سكنة من الفاروق من سكنة الفاروق منطقة الفاروق نعم حلو تاريخنا حلو بكل تفاصيله وكل عاداته والحلو بينه أنه أصل وفصل والله هسه أخي العزيز هسه شيء طيب صراحة يعني المجتمع الشعب العراقي شعب طيب وشعب يحب العشرة ما شاء الله ما شاء الله الكرم مشهورين مشهورين احنا معروفين بهذا الشيء والطيبة يعني أنا هسه تعيد وأنا ما شاء الله من كل محافظات العراق من البصرة ومن فلان ومن بغداد ومن الشمال للجنوب يجون حتى يسترجعون أيام قبل منطقة باب جديد مرات تجينا يعني مرات يعني قبل رمضان أتذكر يمكن مطعم مالنا ثلاثة بيمو أربعة مواصلة باقي كلهم غالي صح يعني هذا الولد ابن أختي يشتغل عامل عندنا ولي خلي خالو هذا ولد كلهم هذا ما يعرف يحكي عربي يقول ما عاد افتهم عليهم الحمد لله فضل من أول سياسيين لو يعيب كرة قدم هوار ملا محمد الله كلهم كانوا يجون على هاي المكان كان بالستينات لاعب منتخب والكباغ يعرفونه أنا أتذكره حتى صغير كان يسمونه جمولي جمولي سامع يعني هذا الاسم معروف يعني رياضي معروف نعم. كان أتذكر عضو لجنة شيء يعني بالثمانينات التسعينات يمكن قبل التسعينات جانا مرة إيه هون يعني ما لنا علاقة ما شاء الله أنت يعني مطعمك بينه كثير من الذكريات وكثير من الجمال يمكن راح نعمل لك حلقة خاصة بيك وشغلة بالنسبة للفلوس للعملة كان الدرهم نعم والنص دينار والربع دينار والدينار نعم. ماكو حديد كله كان ورقي كان كله على بعدين صاغ الحديد بعدين يمكن بالسبعين وفوق صاغ نعم. الربع الحديد نعم. وكان ما حد يتعامل لا دولار ولا ما حد كله عملة الدينار العراقي يساوي 3 دولارات و300 و30 سنت يعني $100 بالضبط 33 دينار عراقي بهذاك الوقت ولحد 90 33 يعني وكان المعلم انا اتذكر من هون يطلعون المعلمين عم ايه هذا الكايكي بشار عمو نذير الله يرحمه استاذ نذير يطلعون على الخارج بسياره لاده راكبين من 75 انا اتذكر كل واحد شايله 100 دينار يطلع شهر يطول بس دول الاشتراكيه اللي هي رومانيا بلغاريا كشارات
كان عز العراق عز. الله يعيده علينا هاي الايام الحلوه. رغم هذا هسه العراق هم بعز ان شاء الله. بالعكس عمون احنا من عندكم ناخذ المعلومات الشيقه ومن عندكم ناخذ التراث والذكريات الحلوه. نعم. واحنا جيل هسه نحاول ننقلها للاجيال اللي راح تجي، لان هذا هو تاريخنا. إن شاء الله. انا اشكرك عمو وقصي هاي الذكريات الحلوه شاركتنا هي، وان شاء الله دائما نرشع مطعمك عامر بخير وسلام، ونرشع كل العراق موجودين في هذا المطعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا شكرا جزيلا. ننتقل حاليا الى مكان اخر، خليكم معنا متابعين برنامج ذكريات من حياتي. هسه احنا موجودين بداخل عوجات منطقة باب جديد. هاي المكان تتميز بعبق تاريخي قديم جدا، يعني اذا ترشعون الجدران لحد هسه بالرغم من الحرب لكن محافظة على رونقها. بالاضافة الى ذلك تقارب اهل البيوتات الموجودين هوني. حد هاي اللحظة ترشع بيت يم بيت، العادات والتقاليد لحد هاي اللحظة موجودة. الناس حسب ما سألنا واتقصنا من الشواهد انهم حافظين على تقاليدهم فيما يخص رمضان وفيما يخص العصر. يطلعون هوني اولاد المنطقه ويتجمعون يقعدون يلعبون الالعاب الشعبيه، بالاضافه الى اولاد المنطقه ترشعهم هوني يقعدون العصريات ويلعبون الالعاب الشعبيه، يعني حسب ما شعنا التصاوير والتبيل والالعاب اللي بهاي الفتره منتشره. الحلو بهذا الموضوع انه هاي المنطقه ضررت لكن اعادت الحياه من قبل اهلها وناسها. رجعوا كل الناس اللي مثل ما يقولون طلعوا سلامات من الحرب وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم. يعني ترشح هسه يمكن عاد ارشح قدامي اكو ناس رايحين عيد اقباب الاخ، خصوصا انه حاليا في فتره الظهري وفتره الغدوي، قاعد تفوت في فتره الظهري تشتم غيحه الطبخانات او الطبخ اللي يسمونه الطبخ الشعبي. اكيد هاي الغيحه مميزه باي عوجي من عوجات مدينه الموصل. خليكم معنا حتى ناخذ لقاءات ونرشع بعض التفاصيل عن منطقه باب جديد. يمزاركم صدفة وخذني الدرب من يمزاركم، والتمت بروح المحنة واشتهيت أخباركم، والتمت بروح المحنة واشتهيت أخباركم، ما تذكرت عايبكم وعدتون رد من جديد الشوق بين عيون، ما تذكرت عايبكم وعدتون رد من جديد الشوق بين عيون، لو ما أحس أعبر يسعد بداركم، ولو ما أحس أعبر يسعد بداركم، والتمة بروح المحنة واشتهيت أخباركم، والتمة بروح المحنة واشتهيت أخباركم. وهسه انتقلنا إلى أحد البيوتات الموصلية القديمة في منطقة باب جديد، وتحديدا عند خاليه ملوك او حجيه ملوك مثل ما يسموها. مرحبا خاليه. هلا مرحبا. اشنك يوم؟ والله على الله. الله يعطيك طول العمر يمه. ايش قد عمرك يا خاليه؟ ما عاد اقول لك مو وقت غازي. من وقت الملك غازي انت جيتي عدني. يعني نقول بالثلاثينات. شافني. يوم من سماك ملوك؟ ابوي. من ابوكي؟ ايش كانت المناسبه يعني تيمنا بالعائله الملكيه؟ لا اوكي هالشكل على المحبي. زين نريد نعرف يوم عن تاريخ منطقه باب جديد. ايش تتذكرين بيها؟ ايش توعين عليها؟ جني كانت جني. اي والله
تفاصيله وعاداته وتقاليده. الدكيكي ولك السوق والقصيصيب بس يعجبك تقعد بس برمضان بس ما يهلك ترجع على البيت. اي والله زين. ايش كان عندكم انتم كنسوان عادات وتقاليد خصوصا احنا نعرف الخبز اذا ما تتجمعون ما ينخبز والسالفه خبز الرقاق كنتم تعملون؟ ايه واصل كنتم تخبزون؟ هوني هاي بهذا المكان. ايه هوني هوني وتتجمعون جيران المنطقه. لا انا وبناتي. انتم وبناتكم. ايه واخواتي. زين زين خالين نريد نعرف كلتنا نعرف انه ايام قبل كانت حلوه. ايه كانت حلوه ما كانت مثل هسه الطحين من يجيبوا هذا الطحات باب البيض واني الماكينه واحد يم هاي ما رموه. نعم. يم الباب الطواف. نعم نعم. زين ايش كنتم تشتغلون يعني شغلكم بالبيت؟ نعجن ونخبز ونطبخ ونلف كاغد. اشنو هو الكاغد؟ خلي الناس تعرفوا اشنو هو. ايه اللف كاغد اللي هو اشنو؟ المسيحيين. المسيحيين كانوا يشتغلون بهاي الشغله؟ يطعون كاغد يطعون يشغلون. ايه. نجيبه نروح منه نجيبه من الطواب هاك الطوب. ايه. نشتغل بخ 10 ثمانية. زين اشنو فائدته؟ اشنو فائدته؟ بالدينار. اي الجقار ما كانت جقار. يسمونه جقاير اللف. ايه زين يوم حكينا عن الطبخ ايام قبل. نسوان قبل معروفين بالطبخ خصوصا الاكلات القديمه. ايش كنتم تعملون؟ نعمل كباب دول معروق بالتنور. نعم. ايه برغل يعني التمان كله هذا زبيبي وهاي الامور ايضا كنتم تشتغلوها بالايد. تعرفيها للزبيبي اكيد. ايه زين اللمه برمضان خصوصا على ايامكم خاشقة الطيبي على واتر جاء هذيك الايام تفسع الطبخانات ريحه هاي تعطل العوجات بالسحور اجعل ما حد يغلق باب فتحين الابواب يطبخون ياكلون عروق وشعاش عندهم يعملون بالسحور سحور منطقه باب جديد. اي هاي باب كان بيها مسيحيين كان بيها مسيحيين. كل الطوائف. لا بس هذا مرحوديني مسيحيين اللي هوني بالساعه كلهم بالساعه وبالشيخ محمد. وعندكم كان صديقات وتروحون تجون معاهم على المدرسة؟ ايه منو تتذكرين منهم؟ والله الشاف انا اتذكر. تخونك الذاكرة خالي؟ ضيع. خالي تتذكرين بقال منطقتكم ايش كان اسمه؟ منطقة باب جديد؟ منطقة قنطرة. لا اريد اعرف البقال اللي كان قبله بمنطقة باب جديد. نايف. نايف. شيخة عزيزة. اها. يحيى. اها. بعد اشعر كثير. ايش كنتم تروحون تشتغلون منه؟ نشتغل يعني مثل نقيد الاشياء يبيعون يعني تمان يعني اشياء طيب. كان اكو اكل مستورد؟ لا بالكيلو. كله بالكيلو كان؟ باللبنان ما حد يشتغل بالكيلو بس اللي يعني حاله ما يمكنه. ايه؟ بالكيلو. ايه؟ الا غز عقوه وغز زحمه وغز مدعبان. ايه؟ هذا كلته. وهذا كنتم تعملونه يعني يصير دولمة وهاي الشغلات؟ ايه دولمة وكباب غز ونطبقوه. حلو. طبيخ نطبخوه. حلو حلو حلو. زين تتذكرين الذكريات الحلوة بمنطقتك؟ ايش اتذكر؟ كلها يعني كلها ملاح ما خيرم عليك كلم بيت سيد حامد بيت الصابونتي هذا السهواني بيتم هذا الجيم عماله بيت السيد حامد التجار. نعم نعم. زين خالي السوق اللي بمنطقة باب جديد هاي المطاعم قبل كانت موجودة؟ لا لا ما كانت. ايش كانت لك؟ يبيعون طحيني وحلو دهن سمن. نعم. مثل غاز ما عنده يعني بالكيلو يشتغل يروح يشتغل من باب جديد. يعني ما كانت مطاعم؟ ايه لا ما كانت. كان بس بعد اقول لك هوني اللي حاله ما يعني يمكنه بالكيلو يطلع يشتغل. هذا حج يحيى من ام بن عجن هسه اولاده. نعم نعم. ما تطاع وك عمره الله يرحمه. نايف بعد حشيد هذول كلهم يعني هذول منطقه باب جديد. جيرانكم يجون يزوروكم؟ لا بس هيك يا اهلنا يعني بيناتنا يجوكم يزوروكم يطمنون عليكم. يعني عندكم تواصل مع الجيران؟ بس مع جيراننا.
إذا كانت تصير مثلاً زواج البيت يقلب حتى لو بس جيران يعني ما بالضرورة يكون من البيت. والله كان اللي يتزوج واللي ينعمل فولي بحدنا بهاي الودة طلع ساعة قاعة كنيها يمسكون العقد يتزوجون هوني يعني ليلة حني وهاي نعم كلها هوني بابا بيتنا. ايش قد كان المهر بوقتها؟ هم غالي ويطلبون بالغالي 50 دينار هالحال يمكنه 70 دينار ايه 100 دينار تكثرت 100 دينار ايه نعم. والله اختي تزوجت بعفر وامي ما تقبل قتله ما طعيها العمي نعم قال لا خوش ناس بيت بواب ايه 100 دينار ايه نعم اعطوها نقدي يعني مبور بعيدي 100 دينار زين هم كانت العروس تقول انا غيد فلايشه وتجيب لي كذا تحكي لنا بجوعين تطمن بكمن يجي وأني مسكون العقد البرقة على وجهه اي نعم لا يخشعها ولا تخشعها لما ما ياخذوها هسه لازم تجيب له موبايل ولازم سيارة تضحك وتاكل خبز وجبه معانه هسه اجي لسا ايش يريدون هسه اجي لسا احكي لنا هسه يريدون الموبايل ويريدون مسفرات ويطلعوه مع الغابات ومع فيصب وهاي يروحون هذا بالاول كان ما تخشعه الا ياخذوها الا ياخذوها والله الا ياخذوها يقولوا نتقبعها وننطيها ايه ومهبري ياخذوها كمثل الاستاذ شفت سينما ايه برقه على وجهه ايه هو كل زمن اكيد له عاداته وتقاليده بس ما افشع الاكثريه يقولون انه ايام قبل اطيب ايه اطيب ايام قبل ما مثل الاستاذ استخشى عليه الحني القاعدي والعصر يجيبون البقلاوه واللقام تغشاخ تستويني بقلاوة بثلاثية لقام يجيبوهم للعروس كنتم تعملون الزواجات كلها بالبيوت ما كان اكو قاعة وتجيبون بالبيوت نطبخ تمن وقياسي ودولمة ومحلبية هذا كان يحطون بالهاي نعم بقلاوة نعم ولقم يعني نحط مع الأكل زين خالي انت بالمدرسي؟ لا والله ما قاعد ما كنت بالمدرسي كان اكو هوني مدرسي قريبة يمكن؟ هاي العراقيه المدرسه العراقيه هسه تحفاتك يروحون بيها تدرسون بيها ويروحون عليها حلو هذا فشيء جميل جدا زين وحدي باب البيض وحدي باب البيض باب البيض تحت البدن مدرسه بابل قبانة سراوه الله يحفظك هي ان شاء الله الله يحفظك ظل عندنا بصراحه انت اشقد ما راح نسالك اشقد ما راح نطلع حكي حلو واشقد ما راح نسولف معاكي راح تطلع يحفظك. ذكريات بعد احلى الله يحفظك بس احنا نريد نعرف اشاكي مع اغاني قبل شلون؟ ايش كان مع اغاني قبل؟ الاغاني؟ ايه ايش يغنون؟ تسمعين اغاني قبل؟ ايه هسه مع يغنوها بالراديو ايه ايش كنتي تسمعين؟ اما فنان عبد الحليم ايه صرنا نعرف عبد الحليم ما كنتم تعرفينه؟ لا يعني كان اكو راديو بس تمام راديو ما يبين صورته اها لا ما بينه لا صورة ما تعرفون منه بس اسمعونه يعني عيغني بس عيغني ايه الاصاب كان من يخلينا زين وقت كم كان بالبيت راديو ولا فقط بالشيخانات لا ما يعني باعوا اشتغينا بالراديو واشنو كانت الشعور من اشتغيتم الراديو تجمع العائلة كلها ايه يوم الجمعة دي غني لحضيري ايه نتجمع كل تبيت عمتي هوني خلفنا نعم صغار ونقعد ويعني من التلعيد ابن عمتي طولت العمر لك الله يبارك فيك يوم عنده هاي طبلة أي. يحط الراديو بالعيد ويعلينه وما يظل أحد هاي اسمه هاي ما فش اسمه تغني اسمهان منو هذول يغنون هذا ايام كنا نسيتو القدامى احنا نسميهم ابوي طول العمر اقول لك يصيح علينا عم خاله نعم ونخلي العالم تنام ولا شلون ما تستحي تعلي حسه يقول له ما الليل عيد هكيك الله يبارك بك يوم حلو ذكريات قبل بكل تفاصيله واحنا دائما نحن على ايام قبل على مود هي بها الاصل والمنبع زين كنتم تسمعون يوسف عمر تمام؟ ما عندنا كان راديوات تسمعونه؟ الوحيد ابن عمتي عنده راديو نعم نعم والتالي هوني بيت خالتي اشتغل راديو ايه. الله يرحمه المرحوم كان يسمع يوسف عمر حسب ما سمعته ايه. تمام؟ ايه عندكم بينه ذكريات حلوة خصوصا احنا نسميها الأغاني الزنجيل الحلوة اللي كانت تنسمع قبل يوسف عمر
الحضيري وهذا هسه طلع شو اسمه ابو خالد ها سعد الحلي سعد الحلي كان اسمه سعد الحلي اي هذولي اكو شغله انتبهتوا عليها من فتنه يوم انت لحد هسه محتفظه بهذا التايت سومر وبعد ايش كان عندكم كان عندكم هذا الصابون الثريا العجب لحد هسه محتفظه بينه ها عجب لحد هسه توالي كان عندنا والله كثير اي والله زين ايام التحرير مرت عليكم ايام صعبه يوم لا غوال أحد لا غوال أحد أشون أنت ظليتي هون؟ خمسة شهر طلعنا نحن مهاجرين خمسة شهر ابتعدتم عن هذا المكان ها؟ خمسة شهر ابتعدتم عن هذا المكان إيه ولا يخلونا نفوت وطلعتم نزحتم يعني أنت بهذا العمر؟ نزحنا إيه وصب وهي مفوتونا بخزرة قالوا روحوا هون يقعدوا فتنا الحمد لله على سلامتكم أكيد الحمد لله على سلامتكم الله لا يجعل هذيك الأيام ترجع لكم هاي الأيام كان الصعبة والله لا يرجع على أحد خمسة أشهر ظل يومين لثلاثة أيام للعيد وجوا قالوا دا تتحررون نعم ما ظل عندنا لا طحين ولا أب لا كله خلص قلت له لهاي أختك ولي ما بجوا غدا عيد يقولون نسبار اشتغلنا خبز طحين الأخوات والله ما أشتغل ولي عاشه ما تشتغل كش ناكل عجاية عندنا دولي وولاد يعني بالرغم من انه كانت ايام صعبه بس انتم تريدون تفرحون بالعيد بهذيك الفتره ايه كنا جعلي عيد اي فلان عيد زين يوم احكي لي عن اول ما تحررتم اول ما شعتم الجيش العراقي ايش كان شعورك؟ اشعر شعنا نموت بعيد عنك الله يبعد عنكم هذا ان شاء الله انا ما اطيق امشي بالعربانه نعم ولو هذولي اولادك اخوتك يتحلونا مع فيصل ودونا وطلعونا معنا تحررتم كانت فرحة من شعتم انه بالرغم من انه كان اكو خراب ودمار للمدينة بس انت ما خدتم طلعونا يتلو الحجاغ شم انت وحجاغ هدوه هجمونه زي خزرج هجمونه نحن غادي حاصرونا بالموت على ما طلعوني وصلوني بالعربان انكسرت والله اجتعتوها 110 طلعت وزكيتوها وجيتوا ما بقت امشي الحمد لله يوم انتم سالمين وهاي ذكريات ان شاء الله لا يرد احنا برنامجنا احنا برنامجنا دائما يزرع ابتسامه بس سمعنا انه اكو ذكريات لازم نحكيها وهذا واقع حال المدينه يوم الله يعطيك طولة العمر ويبارك بيكي ويحفظك لهالولاد هذولي انت البركه امي الله يبارك فيك الله يرحمها تستمين تستمين يوم انتهت قصتها وانا انتهت قصتها وانا لا وصل لا ذكريات انتهت قصتها وانا انتهت قصتها وانا لا وصل لا ذكريات ولا طيبكم يتوسد بسموني ولا طيبكم يتوسد بسموني وعلى رموشي بقى قلت انتهت قصتها وانا وخلصت حلقتنا لهذا اليوم من منطقة باب جديد هاي المنطقة اللي بيها عبق الماضي وشعنا المسميات وشعنا تاريخ هذا المكان من خلال الناس اللي حكوا عن تفاصيل منطقة باب جديد والأسواق والجمال اللي كانوا لازال موجود بهاي المنطقة انتظرونا بحلقة جديدة ومكان جديد وأكيد ذكرياتهم من حياتي